السلام عليكم. كمان يعني نقطة عن اللاعب الثالث، الحمد لله سجلنا هدف من هولاند، هدف عبقري. وولفز عانوا يمكن بعد خسارة اللاعب الوسط عندهم. استشاهد إذا بنلاحظ كيف الثيرد مان عن جد بصير، طبعا بمررها أوت، هذا أتوقع المشكلة مسميات فهم تكون صعبة. وبرضه مع ووكر، يعني شوف سبحان الله نفس اللاعب ووكر، حتى انا توقعت انها كانت سلون هون. شوف مين اللاعب الثالث في الحاله، ووكر. شوف روبن دياز بمرر لبرناندو، هسه ووكر شوف شو بيعمل، اسف ووكر شوف بيعمل. انا لسه كنت اقول لروبن، يعني طبعا ما بسمعك بس هيك بقول انه مر لووكر. ووكر في هالحاله هو اللاعب الثالث، اذا بس بنرجعها ثواني معدوده نشوف. طبعا هاي الحالة 25 مغطي، 19 غطى مش راح تقدر تمرر، بس ووكر كان ذكي، ووكر كان ذكي في التحرك. وفعلا برناندو مرر 25. شخصيا كنت افضل لو انا مدرب وولفز انه 25 الحق ووكر، اعملها مان تو مان، وثمانية خليك له نفس طلع على كيفن. تمام، وفي هاي الحالة طبعا بيعمل كفر في حالة انه هولاند بده يتحرك وشي، ولكن للاسف هم نسوا انه ووكر في المسافه في الثيرد مان. هون روبن استلمها في ووكر ثيرد مان، طبعا فيش تسلل فيها، حتى من تفاجئ اذا كان فيها تسلل، شك انه كان فيها تسلل، بس يبدو انه لا ما كانش فيها تسلل، واضحه انه كان مغطي السنتر باك وكان اون سايد، يعني ما كانش اوف سايد، لانه في لحظه التمرير اذا بنلاحظ يعني هاي. شوف ووكر هون في هالحاله صار اللاعب الثالث. هسه شو الفرق بين اللاعب الثالث؟ اذا ملاحظ هون كانسيلو مثلا، بين اللاعب الثالث نعمل فرقيه بين كانسيلو ووكر، انه كانسيلو كون فريمان تمام اوكي، هو خط اقل او خط عفوا نازل، مش لازم يعني لازم يكون الخط الثاني دائما افضل، بس الشاهد انه كانسيلو فريمان لانه اوكي هو في اختلاف انه ما شارك لسه بكل هاي اللعبه. بصير مثلا لاعب ثالث اذا زي ووكر شارك باللعبه، كانت جزء من اللعبه اللي شارك فيها. كانسيلو هون هو مش فري، هو فري ولكن مش يعني مش راح يعمل اكيد ضغط او شيء، بس الشاهد وين؟ الثيرد مان والفريم في تقارب بالمعنى الاخير او الهدف الاخير، ولكن بالنهايه وزي ما قال تشافي مره قال في اللقاء معه، قال اللاعب الثالث هو البكله بالمجريات. إيه هاي الفكره احيانا انه انا بتمريره اقلب مجريات اللعب، وشفنا فعلا ان ووكر كيفن روبن، انا كنت اتمنى روبن يمرر لها، انه اكبر غلط وهي ممكن يعني لو أن مثلا لو كيف بدك تشوف التميز الذكاء من روبن. وطبعا على فكره انا حاطه هون اتوقع بتبينش، يمكن انا حاطه بول ويننج بول بلاينج ديفندر اللي هو اللاعب اللي بدافع اكيد، ولكن احيانا بكون بادوار باللعب انه ممكن يتقدم، ممكن يعطي تمريرات، ممكن يتقدم على تمريرات طويله، ممكن يعطي احيانا تمريرات عرضيه او عفوا تمريرات اللي قطريه والى اخره. الفكرة وين عفوا؟ انه انا لو بدي امرر انا روبن مررت لدبران غلط، لانه باختصار انا في اثنين، في واحد تقريبا مغطي يعني نوعا ما بده يقطع شوي خط التمرير وهو اقرب، جبتها بفيفا. وشفنا ووكر اللي هو افضل، فهون ووكر في الحالة هو قلب الثيرمان. الاختلاف الوحيد مع اللاعب الحر فريمان انه الفريمان نوعا ما بشارك في اللعبة، هون ووكر شارك باللعبة وشي. ويعني هي بنصح فيها فوتبول مانجر من افضل الالعاب يمكن، او بدأ يصير في بعض بسميها العاب، انا بعتبرها لعبه ومحاكي نوعا ما لكره القدم. وان شاء الله بنلتقي هيك ببعض اللقطات التكتيكيه. وعلى فكره 2 دي فيو من اجمل الفيو، وعلى المدربين اليوم عندهم هاي امور يعني التابلت وشي انه بشوف اللعيبه بال 2 دي فيو، بس مش بنفس الطريقه اكيد لانه الابديت بيكون ابطا شوي. يعني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.